عاليه وحاجه واداء كمان كان اكثر من رائع. شوف موسيماني منذ بدايه يعني انضمامه للنادي الاهلي نقدر نقول ان هو مدرب او مدير فني على مستوى عالي حتى من قبل ما يجي، لكن هو جه زي ما قلنا تجربته مع النادي الاهلي فيها قدر كبير جدا من الحب والرغبه ان هو ينجح طبعا، ونجح فعلا مع النادي الاهلي بلا شك. وهناك بعض الناس اللي بيحاولوا ان هم يهزوا هذه الصوره وده كلام غير حقيقي، بس المحاولات مستمره يا استاذ جمال. يعني ليه مستمره على مدار فترات طويله رغم ان في الفترات دي الراجل بيجيب بطولاته وبيكسب ماتشاته باداء كويس، ايه التفسير من وجهه نظر حضرتك؟ التفسير اصلا ممكن يكون في بعض الناس الكارهين اصلا لانه النادي الاهلي ينجح او لان المدير الفني موسيماني ينجح مع النادي الاهلي، فهتفضل المحاولات دي، يبقى هو واخد مثلا كل البطولات وبعدين يخسر مثلا مباراه السوبر.